Rafat efendim. ازيك يا فندم؟ دول لي حضرتك. من منا؟ من شخص قال اسمه جابر وطلب نوصلهم غرفة حضرتك. جابر. ايه جابر، زين ما قصرت. سكر الباب ورا. عن اذنك يا فندم. هلو جابر. من جابر؟ اوه هذا انت، ومغير صوتك بعد، وهكت ليش مسوي كذي؟ حبيت اطمن عليك، ان شاء الله امورك زينه. الحمد لله بخير، الحمد لله. بس اليوم كسر خاطرك شوي، مريت يم بيتنا وشفت والدي اخوك. ولا يهمك اخوي غانم، نتكلم هالموضوع بعدين، خلص امورك اول. ان شاء الله ان شاء الله خير. على العموم مشكور على الفاكهة، ما قصرت، كلفت على نفسك. الله يخليك، في امان الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يما غانم فهد هذا انا ما اعرفه ولا مره شفته بحياتي، وحتى انت تقولين انك ولا مره شفتي، وما تعرفينه الا بالاتصالات والمعاملات التجارية. شلون هالمره تبيني اروح اشوفه وانت تدرين انا عندي شغل قد شعر راسي؟ هذا يما صديق ابوك، الروح بالروح مثل الاخوان، يحبه يموت عليه، ومن كثر ما يحبه قال له بناسبك، ابى اخذ واحده من بناتك. ابوك قال له حاضر، وقال لي ترى انسب واحده حقه هي نوره. عاد انا ابيش تروحين تشوفينه، وان شاء الله يتمم على خير. خلاص على مرج، بخلص شغلي وبدق عليه وبقابله. مو انت قلتي تبين ان انا اعرف كل شيء بروحي؟ ان شاء الله حبيبتي، يلا. هام زياد، ايش سويت؟ انا الحين عندي شغل مع الغاليه، انت وروحي لهم. اي انا عندي شغل بعد، عقب بروح لهم، بس لا تتاخر. زي الغاليه وين؟ ايش دراني عنها؟ مع السلامه. السلام. هلا ابو آسيا، شلونك؟ هلا يبا، شلونك؟ الله يسلمك. وين الغاليه؟ بالمكتب، بس اذا ما عليك امر، اذا خلصت من عند امي ابيك تجيني المكتب.